شوف، إذا وافقت صفية وإن شاء الله بتوافق، بقدم لها مهر عود، وفوق هذا بعد بشتري لها بيت وبسجله باسمها. نعم، وشوفه اللي تبي وبخاطرها، عرض شون سواء لها ولا لكم بتلقى قدامها. نعم، أنا ريال أبيها على سنة الله ورسوله، أنا الكل اللي أبيه منها ذرية، أبي ولد يعيش لاسمي يارثني، هذا اللي أبي. لا وبشرك بعد، اسمع مني خبر ثاني لك بعد، إذا وافقت إن شاء الله أبشر بالخير لك مني، إني بغرقك لهني، عرفت؟ غرقك. نعم، أنت تستاهل، توقفت وياي وخدمتني، عرفت شو؟ أنا كريم لازم أخدم وساعد اللي يوقف وياي. رأيتك بيضة، رأيتك بيضة، طال عمرك رأيتك بيضة، طال عمرك كريم. كريم، صفية بتوافق وريولها على رقبتها بعد، أفع عليك بس توافق وبتجيب لك إن شاء الله الذرية اللي تدرس البيت عليك بعد ذرية. إيه بس عاد اللي أبي منك يا أخوي سعد إن هالموضوع هذا يتم بيناتنا، ما أبي أحد يدري، وخصوصاً أم أسامة تدري بعد قلبها منكسر على ولدها الوحيد، فمو وقته يعني، كل شيء بوقته حلو. بعدين تعرفني الريال ما خاف، كل شيء بالعلن. نعم رسمي، ما أحب الخش والدس وبالسر، لا 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 لا، أنا متزوج على سنة الله ورسوله. نعم إن شاء الله، أبشر دار وحاجاتكم بالكتمان، ودام إنه على سنة الله ورسوله إن شاء الله خير. ابشر بس خاطرك خله طيب، طال عمرك ما كان نشف ريجك، تبي عصير ملح؟ اي لا لا افرح ازفهم افرح عليك. لا العصير يعني ما جابوه. العصير ويني؟ من وين جايبين انتم؟ شيلي حرقتي شعري، حرقتي راسي. ايش صاير؟ ليش صاخ؟ شوفيها بسرعه شنو؟ عسى ما شرش فيك. حرقت راسي، وين المسؤوله؟ انا بالمسؤوله، انا المسؤوله، حدي بالك ان شاء الله ما يصير خاطرك الا طيب. أقول نزلي حرارة، خلاص لا تحاتين. أنت وينك اليوم؟ تدرين الساعة كم؟ شو أسوي؟ التاكسي تأخر علي، وبعد يعني عندي ظروف عائلية الصراحة. أنت عارفة إن اليوم عندنا جرد حسابات، تتأخرين؟ مفروض أنت أول واحدة مداومة. ومعليش فيك، ليش مكبرة الأمور؟ عادي الحين أخلص شغلي كله قبل لا أروح. بعد متأخرة وترادّدين؟ بخصم عليك اليوم. تخصمين عليه؟ ان شاء الله. كم تخصمين عليه؟ 50 دينار. نعم نعم نعم، 50 دينار مره واحده؟ لا مو بكيفك يعني يوم علي تخصمين عليه 50 دينار، ترى وايد. ابتهال، لا تصرخين قدام الزباين. لا بصرخ، لان 50 دينار هذه مو حد تخصمين عليه. 50 دينار مره واحده؟ ايش فيك يعني انت؟ يا نيتي نسيتي كل اللي انا سويته، تخصمين عليه 50 دينار؟